اوكي. بالنسبه لل opportunistic mycosis, patients with compromised host defenses are susceptible to ubiquitous fungi to which healthy people are exposed but usually resistant. يعني شنو هذه المعلومه؟ صارت واضحه بالنسبه لنا. الاشخاص او المرضى اللي يكون عندهم نقص بالمناعه لاي سبب من الاسباب، احنا ايضا ذكرناها اكثر من مره بالمحاضرات السابقه، هي نقص المناعه قد يكون بسبب الكيموثيرابي، يعني الاشخاص اللي هم عندهم كانسر وياخذون كيموثيرابي كعلاج، ايضا الدايابيتيك بيشنت هذول عندهم نقص بالمناعه، البريجننت وومن عندها نقص بالمناعه تكون مناعتها اضعف من النون بريجننت وومن، وايضا عندنا اللي الاشخاص اللي عندهم عمليه اجريت لهم اورجان ترانسبلانتيشن، خصوصا الاشخاص اللي يسوي لهم زرع كلى، زرع كدني، العفو زرع ليفر، هذول ايضا ينطوهم اميونو سبرسيف دراج، هذه الادويه تثبط المناعه حتى ما يصير ريجكشن للنيو اورجان، تمام، للعضو الجديد. لذلك الاشخاص اللي عندهم نقص بالمناعه راح يصابون ب الفانجل ديزيز، لكن الأشخاص اللي مناعتهم سليمة وهم مو من ضمن الفئات اللي ذكرتها راح يكونون يعني ريزيست لهذه الأمراض الفطرية وراح يقاوموها ومناعتهم تقدر تسوي إليمينيشن للفانجس بعد دخوله إلى داخل الجسم. As members of the normal microbial flora عندنا هي الكانديدا، ذكرت لكم opportunistic، يعني إذا هو هذا الفنجل ديزيز أو الفنجس هو ضمن النورمال فلورا، لكن لأسباب متعددة ومن ضمنها نقص المناعة يتحول إلى pathogenic. فالكانديدا and related yeast، الكانديدا والخمائر أيضا اللي شبيهة إلها هي endogenous opportunists، إذا هي من الميكروبس اللي تكون بداخل الجسم ومن ضمن النورمال فلورا لكن تتحول إلى pathogenic. Other opportunistic mycoses are caused by exogenous fungi. هسا الكانديدا وبعض اليست الخمائر موجودة بداخل الجسم ضمن النورمال فلورا، لكن أيضا أكو فنجس أو فنجاي، مجموعة من الفنجس اللي إحنا من نقول فنجس هذا السنجولر يعني أقصد بفنجس واحد، ومن أقول فنجا يعني من مجموعة من الفطريات. هذه موجودة وين؟ من نسميها إكسوجينس مو إندوجينس، فإذا هي خارج الجسم، موجودة in soil, water and air. الكانديدياسيس several species of the yeast genus candida إيش راح تكون عندها القابلية are capable of causing candidiasis، راح تسبب لي مرض الكانديدياسيس. They are members of the normal flora of the skin, mucous membrane and GIT، مثل ما ذكرت هي من ضمن النورمال فلورا اللي موجوده على السكن بالميوكس ممبرين وايضا يعني من الاورال كافيتي والجي اي تي تراكت. كانديدا سبيشيز كولونايز ذا ميوكوزال سيرفيسز اول اوف اول هيومنز ديورينج اور سون افتر بيرث، يعني الانسان من اول ما ينولد زين وحتى يعني مباشره بعد الولاده ممكن الكانديدا تجي وتسوي انفيجن، تغزو الخلايا اللي موجوده من هذيك اللحظات يعني. And the risk of endogenous infection is ever present، ومن هذا الوقت او مباشره بعد الولاده بما معناه انه خطوره الاصابات اللي ممكن تحدث بعد الانفيجن اوف الكانديدا هو طبعا راح يكون موجود. Candidiasis is the most common systemic mycosis، طبعا من اكثر الامراض اللي راح تكون منتشرة بالجسم. And the most common agent are Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parasilosis والجلابراتا، وعندنا الجلرم موندي، وأيضا عندنا الدبليانسيس، هذه من ضمن الكانديدا اللي تسبب لي كانديدياسيس. The wide separate use of fluconazole has precipitated the emergence of more azole resistant species such as Candida cruzi and Candida louisiani. يعني الاستعمال الشائع للفلوكونازول اللي هو انتي فانجل ايجنت طبعا هذا شجع بظهور انواع من الكانديدا مقاومه لهذا الانتي فانجل
مثل الكانديدا كروزي والكانديدا لوزياني. فإذا ليش صار عندنا هذه الأنواع مقاومة؟ بسبب الاستعمال الشائع يعني هو الكومن يوز حقيقة هو الفلوكانوزال، يستخدموه مباشرة للكانديدا الانفكشن. بالنسبة للمورفولوجي اند ايدنتيفيكيشن بالكالتشر اور تيشو، كانديدا سبيشيز شلون نشوفها؟ يعني سواء كان بالاجار او حتى ممكن بداخل النسيج من ياخذون مثل ما قلت لكم ناخذ بايوبسي ونسوي تيشو بروسيسنج، بعدين ناخذ ثين سكشن نخليه على سلايد ونفحصه ونصبغه ونفحصه تحت المجهر، راح نشوف الكانديدا شلون راح تكون جرو از اوفال بادينج مثل ما تشوفون الصوره امامكم بالضبط. هنا وكانما اكو خلايا تتبرعن هذه اليست سيل، ايضا ممكن تكون على الرايت سايد اوف ذا سلايد على الجهه اليمين من السلايد، هذا على الاجار هذا على الكلتشر، وايل ذا ليفت سايد بينما الجانب الايسر هذا بالتشو بداخل النسيج. شنو نشوف؟ راح نشوف ايضا تكون لي سيدو هايفي. هذه السيدو هايفي تتكون عندما يكون اكو تبرعم دا يستمر، وطبعا هذا التبرعم ما دا يصير دي اتاتش يعني ما دا تنفصل البادي الجديده، لكن تبقى وراح تسوي لي تشين اوف الونجيتد سيل، راح تسوي لي سلسله من الخلايا الطويله والمرتبطه واحده بالثانيه، وطبعا راح تكون هي pinched or constricted at the septation between the cell، وكانما اكو فد قرصه صايره او تخصر صاير بين الخلايا، واضح امامكم بالسلايد. Unlike other species of candida، يعني الكانديدا البيكنس ما تشبه بقيه انواع الكانديدا، راح تكون عندها dimorphic، يعني دايمورفيك يعني بما معناه راح تكون هي دايمورفيك، عندها يعني تو فورم او تو شيب، يعني قد تكون ايضا عندها مثل ما ذكرنا هذا البادينج ييست سيل، هذه الخلايا اللي تتبرعم وعندها سيدو هايفي مثل ما ذكرت، الخلايا بعد ما تنفصل وحده عن الاخرى وتسوي لي الونجيتد تشين، فهذا شبهوه بالسيدو هايفي. لكن شكل ثاني الاذر فورم اوف كانديدا هو راح يكون عندها ترو هايفي، راح يكون عندها هايفا حقيقيه. بالنسبه للباثوجينسيس اند باثولوجي، سوبرفيشال كوتينيوس اور ميوكوزال كانديدياسيس از استابليشد باي ان انكريز ان ذا لوكال سنسز اوف كانديدا اند دامج اوف ذا سكن اوف ابيثيليوم. يعني بما معناه شنو اللي يشجع انه يحدث عندنا الكوتينيوس اور سوبرفيشال كانديدياسيس؟ شنو اللي يشجع؟ يشجع انه العدد الكبير المتواجد على السكن من الكانديدا، وايضا الدمج تو ذا سكن اذا اكو فد جرح او فد يعني مكان مفتوح بالسكن، هذا كله راح يسمح باللوكال انفيجن بالغزو بهذا المكان انه تغزو الكانديدا، وايضا باي ذا ييست اند سيدو هايفي يعني الكانديدا الخلايا نفسها والخلايا المرتبطة اللي مسويت لي elongated chain acido hyphae تدخل وراح تسبب لي الكانديدياسيس. systemic هاي بالنسبة للسوبرفيشال. السيستميك كانديدياسيس occurs when candida enters the blood stream، يعني راح يكون أكيد انتشار للكانديدا by blood عن طريق blood stream، and the phagocytic host defenses are inadequate to contain the growth and dissemination of the yeast. يعني بما معناه تنتشر بالبلاد، وايضا تكون الخلايا الفاجوسيتيك هوست ديفنسز يعني الخلايا مثل الماكروفاج وغيرها من الخلايا الالتهابيه اللي المفروض تسوي لي فاجوسايتوسيس وتحطم لي هذه الكانديدا اللي دخلت عن طريق البلاد، لكن هذه راح تكون ان ادكويت غير كافيه حتى تسوي يعني تو كونتين ذا جروث حتى تقدر تحيط بهذا النمو موجود للكانديدا وانتشارها بالبلد ستريم. From the circulation وبعد خلص ما وصلت للبلد والفاجوسيتيك سيل ما قدرت تسوي إليمينيشن إلها، فطبعا راح ممكن توصل إلى الكيدنيز وممكن اتاتش تو بروستاتيك هارت فالفز. طبعا إذا اكو صمامات قلب صناعية مزروعة عند أحد من الأشخاص أيضا راح تقدر توصل إلى هذه البروستاتيك هارت فالفز، أو ممكن تسبب لي كانديدال انفكشن anywhere يعني اي مكان توصله راح تسبب لي كانديدياسيس وتسبب لي انفكشن مثل ارثرايتس
يعني اذا وصلت للمفاصل، مننجايتس اذا وصلت للمننجيز، للسحايا تسبب لي التهاب السحايا، واندو اوفثالمايتس ايضا التهاب العين. The lesions contain abundant potential ECL and pseudo hyphae. طبعا يعني المكان الإصابة أو الآفة اللي موجودة، إحنا بالعربي يعني lesion هي ما معناها الآفة، لكن هي الإصابة تكون budding yeast cell، أكيد خلايا تتبرعم ومستمرة بالنمو، و pseudo hyphae. Large increases of candida in the intestinal tract often follow the administration of oral antibacterial antibiotic. إحنا نعرف وأغلبكم سامعين الاستعمال الطويل للlong use للantibiotic ممكن يسبب لي fungal infection. الfungal infection هو يعني candidiasis، ونعرف إحنا الantibiotic راح يأثر على النورمال فلورا، يسوي disturbances بالعدد مالتها، وتبدي هذه الكانديدا الموجودة اللي هي ضمن GIT ضمن gastrointestinal tract ضمن النورمال فلورا بهذه القناة، راح تتحول إلى opportunistic وتسبب لي إصابة. فإذا بالintestinal tract الكانديدا إذا وجدت قد تكون بسبب administration of oral antibacterial antibiotics. And the yeast can enter the circulation. طبعا من راح تتحول إلى opportunistic، فطبعا راح تدخل إلى circulation من الانتستين by crossing the intestinal mucosa، وطبعا توصل إلى bloodstream وتسبب لي candidiasis أو systemic fungal infection. The clinical findings بالنسبة للcutaneous and the mucosal candidiasis, the risk factors associated with superficial candidiasis include AIDS. يعني هذه من ضمن العوامل، أكيد إحنا الأيدز يعني يمكن ما ذكرته هو من الأسباب الرئيسية لنقص المناعة، لأنه هذا الفيروس يهاجم الخلايا المناعية ويقلل ويضعف مناعة الجسم، ويخلي الجسم يكون عرضة للإصابة بكثير من الأمراض، وكثير من عندها راح تكون من ضمن الأوبورتونيستيك مايكرو أورجانيزم، راح تتحول إلى الباثوجينيك وتسبب several diseases بالأيدز patient. فالريسك فاكتور أسوشيتد مثل ما قلنا superficial candidiasis، ممكن يكون عوامل اللي تساعد على ظهور superficial candidiasis هم الأيدز، pregnancy، diabetes، young or old age and trauma. ممكن التروما مثل ما قلنا لكم يعني burns، maceration، تمزق يكون بالسكن أو الحروق، هذه كلها تؤدي إلى ووجود عدد من الكانديدا على السكن، هذه ممكن تدخل وتسبب لي الكانديدياسيس. الثراش كان occur on the tongue, lips, gums or palate، يعني على اللسان، على الشفة، أيضا يعني الفك العلوي أو السفلي. It is Apache to confluent، يعني راح تكون أما عبارة عن لطخات أو راح تكون لا إصابة منتشرة، هي راح تكون whitish pseudomembranous lesion، راح تكون على شكل غشاء كاذب، هو pseudomembranous يعني هو مو ممبرين حقيقي، لكن يكون هالشكل كأنما غشاء أبيض composed of epithelial cells, yeast and pseudo hyphae. موجود أمامكم الإيمج اللي موجودة بالسلايد توضح إصابة child، هنا عندنا طفل بالكانديدياسيس اللي هي cutaneous and mucosa candidiasis. Yeast invasion of the vaginal mucosa leads to vulvovaginitis. إذا هسه مو فقط عندنا بالأورال كافيتي، ممكن هذا الثراش يكون موجود بالفاجينال ريجن ويسبب لي vulvovaginitis، يسبب لي هذا الالتهاب characterized by irritation, pruritus، أكيد راح يكون أكو and vaginal discharge، راح يكون أكو حكة بالمنطقة و discharge. This condition is often preceded by factors such as diabetes. أيضا النساء اللي تكون diabetic يكون تكون مصابة بداء السكري بتكون عرضة للvulvovaginitis، وأيضا during the pregnancy أثناء الحمل or antibacterial drugs أو المضادات الحيوية that alter the microbial flora اللي راح تغير لي من الفلورا اللي موجودة بشكل طبيعي بالجسم. local acidity أيضا إذا أكو راح يكون تغير باللocal acidity وراح تحوله إلى acidic medium or secretions، وحتى السوائل اللي موجودة ممكن هذه تأثر أو تساعد على ظهور الvulvovaginitis.
بالنسبة للسيستميك كملنا الكوتينيوس كانديدياسيس. بالنسبة للسيستميك كانديدياسيس، كانديدينيا بما معناه أنه وصلت الكانديدا إلى البلد، فنقول على الكونديشن هي كانديدينيا. كان بي كوز باي اندولين كاثيترز، يعني ممكن القصر اللي يستعملوها لجمع اليورين او السيرجري بعد العمليات الجراحيه، انترافينوس دراج ابيوز الاستخدام الخاطئ للادويه عن طريق الوريد، اور دامج تو ذا سكين اور جي اي تي، او ممكن الدمج التحطم اللي يكون للسكين او الجي اي تي، هذه كلها تكون تساعد على حدوث الكانديدينيا. In most patients with normal host defenses، أغلب الأشخاص اللي عندهم مناعة طبيعية، the yeast are eliminated، يعني الكانديدا راح تقدر مناعة الجسم تخلصنا منها، and candidinia is transient، يعني راح تكون بشكل مؤقت. لكن مع هذا راح نشوف إنه الأشخاص اللي راح يكون عندهم compromised innate phagocytic defenses may develop lesion anywhere، لكن الأشخاص اللي راح يكون عندهم الماكروفيج غير فعالة أو يكون قلة بعددها راح تكون الإصابة تنتشر بأي مكان، وخصوصا بالكدني، السكين مثل ما تشوفون صورة التشايلد أمامكم، هذا ماكيولو نودولار ليجن، راح تكون هذه الليجن موجودة على السكين، آي، هارت أند مننجيز، فممكن أيضا توصل إلى البرين وتسبب لي المننجيتس. Systemic candidiasis is most often associated with a chronic administration of corticosteroids. طبعا اكيد هذه الادويه، هذا النوع الستيرويد وغيرها، هذه تسبب نقص بالمناعه، لذا وخصوصا اذا كان chronic administration يعني لفترات طويله، عاده الكورتيزون يعطى لفترات طويله، فهذا يؤدي الى ظهور السيستميك candidiasis. او طبعا غيرها من الأدوية اللي مثل الاميونوسوبرسيف ايجنت، الأدوية المثبطة للمناعة، with hematologic disease such as leukemia، وأيضا بحالة اللوكيميا سرطان الدم، lymphoma، aplastic anemia، هذه كلها، or with chronic granulomatous lesion. The chronic granulomatous lesion هذا genetic disease، راح يكون الماكروفيج اللي هي نوع من خلايا الدم البيضاء راح تكون unable to kill some bacterial infection or fungal infection، راح تكون غير قادرة على قتل أنواع من البكتيريا أو الفطريات. طبعا هذا genetic disease، هذا من الأمراض الوراثية. Diagnostic laboratory test specimen، طبعا ممكن يأخذون swab or scraping from superficial lesion، يعني يأخذون يسوون يقشطون من السكين من الإصابة اللي موجودة الكوتينيوس ليجن، بلاد ممكن يأخذون، سباينال فلويد، السباينال فلويد هذا إذا واصل للمننجيز، إذا واصل للسحايا وسببت لي المننجيتس، تشو بايبسي، يورين، إكزوديت ماتيريال فروم ريموفد انترافينوس كاثيتر، وأيضا المواد أو يعني يأخذون من المادة اللي موجودة من الكاثيتر بعد ما يزيلوها. الماكروسكوبيك اكزامينيشن ممكن راح نشوف بالتشو بايوبسيز مثل ما قلت لكم، او ذكرت لكم الهايفي والسيلو هايفي شلون تبين بالتشو بايوبسي، ايضا السنترفيوج سباينال فلويد، يعني ماخذين هم سباينال فلويد ومسوي له سنترفيجيشن مرسبيه، وهذا الراس بياخذون من عنده ويفحصوه. And other specimen may be examined in gram stained smears or histopathological slides، هذا اللي ذكرنا لكم انه ناخذ بايوبسي ونسوي لها تشو بروسيسنج وتوضع على سلاي وبتصبيغ معين الهيماتوكسيلين اند ايوزين وغير صبغات ممكن تستخدم لفحص الكانديدياسيس، وايضا يفحصون فور سيدو هايفي اند بادينج سيل، يفحصون الخلايا ويفحصون السيدو هايفي اللي موجوده. السكين اور نيل سكريبينج ياخذون لما يصير كوتينيوس ليجن، وبالنسبة للكوتينيوس كانديدياسيس يأخذون طبعا من السكين ومن النيل من الأظافر، وبالبداية يحطوها ب 10% بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو ال KOH والكالكوفلور وايت، هذه طبعا سبيشال فلورسنت ستين أيضا، ويقدرون يفحصون. بالنسبة للكلتشر كل العينات اللي تأخذ are cultured on fungal or bacteriologic media، يعني حتى الميديا اللي احنا نستخدمها
for bacteriological examination ممكن نستخدمها للكالتشرنج اوف فانجل انفكشن ات روم تمبرتشر، حتى بدرجه حراره الغرفه، او ممكن بالانكيوبيتر تنحط البليتس اتس اوكي حتى تنمي لي اليست. راح نشوف الكولونيز. بالنسبه للليس كولونيز ار اكزامند فور ذا بريزنس اوف سيدو هايفي، راح يشوفون السيدو هايفي. وطبعا الدايجنوستيك فاليو of a quantitative urine culture depends on the integrity of the specimen and the yeast synthesis. يعني عدد اليست اللي موجودة باليورين سامبل هي اللي راح تنطي قيمة للفحص الكانديدياسيس باليورين، أو يعني إذا ما راح ينطرح عدد زين ما راح يكون هذه الطريقة أو السامبل هذا يكون كافي لتشخيص الكانديدياسيس. Positive blood cultures may reflect systemic candidiasis. طبعا أكيد راح يكون إذا أخذنا بلاد وطلع نمو بعد ما زرعنا هذا البلاد سامبل، بما معناه أنه السيستيميك كانديدياسيس موجود. أو ترانزيت كانديديميا ديو تو كونتامينيتد انترافينوس لاين، أو يعني قد يكون بشكل مؤقت صاير الكانديديميا لأنه صاير فت تلوث مثلا داخل إلى البلاد، أو مثل ما ذكرنا حالة الكاثيتر أو بالانترافينوس انجكشن. سبيوتم كلتشر هاف نو فاليو، يعني اذا اخذوا سبيوتم سامبل وزرعوا راح يكون مو ذات قيمه، لانه الكانديدا مثل ما ذكرنا هي بارت اوف ذا اورال فلورا، يعني موجوده ضمن النورمال فلورا بالاورال كافيتي، لذلك السبيوتم ما راح يكون عندي دليل كافي على وجود الكانديدياسيس. كلتشرز اوف سكن ليجن ار كونفيرماتوري، يعني اذا اخذنا كوتينيوس ليجن، أخذنا عينة من السكين ليجن وزرعناها ونطتني وجود للكانديدا، أيضا هذا راح يكون confirmatory result، يعني هذه نتيجة مؤكدة لوجود الكانديدا infection. التريتمنت، بالنسبة للتريتمنت thrush and other mucocutaneous form of candidiasis، يعني اللي راح يكون بالoral cavity or vaginal region أو mucocutaneous أو حتى على السكين، راح يكون usually treated with topical nystatin or oral ketoconazole or fluconazole. فإذا هذه هي الموست كومن مثل ما قلت لكم انتي فانجل دراجز اور ايجنت تستخدم للكانديدال انفكشن. النستاتين topical والاورال ketoconazole، يعني هذه ينطون حبوب، او فلوكونازول هذه تشتغل بالنسبه للثراش والاذر mucocutaneous form of candidiasis. بينما السيستميك كانديدياسيس is treated with amphotericin B، راح ناخذهم نشرحهم هسه بنهايه المحاضره. Sometimes in conjunction with oral flocytosine or fluconazole، يعني اللي ايضا يعطى للكوتينيوس ممكن ننطيه ويا الامفوتريسين B للسيستميك انفكشن. Clearing of cutaneous lesion is accelerated by eliminating contributing factors such as excessive moisture or antibacterial drugs. اذا الشخص المصاب بالكانديدال انفكشن سواء كان الميوكوكوتينيوس او الفراش او حتى ممكن سيستميك كانديدياسيس، يحاولون بالنسبه لل طبعا اكيد الميوكوكوتينيوس راح يعني يوصون الشخص المريض او المصاب يقلل استخدام المي، يعني كل ما يقلل المويستر كل ما يقلل الرطوبه الاكسسيف مويستر يكون افضل للشفاء. بالنسبة للسيستميك كانديدياسيس أكيد الأنتي بكتيريال دراجز أيضا ينصحون الشخص المريض قلل إذا أنت كنت تستخدم أنتي بايوتيك. أنهينا الحديث عن الكانديدال انفكشن، نتكلم عن الكريبتوكوكوسيس كريبتوكوكوس نيوفورمنس and كريبتوكوكوس جاتي are yeast with large polysaccharide capsules. فإذا هذه أيضا مجموعة أخرى من اليست غير الكانديدا عندها large polysaccharide capsule. Candida neoformans occurs worldwide in nature and is isolated readily from dry pigeon feces. وهذه موجودة أيضا بفضلات الحمام، وتكون طبعا dry pigeon feces هي source of infection، هي مصدر الإصابة بالنسبة للهيومن. هذا النيوفورمانس. الكانديدا جاتي is less common، أقل شيوعا وانتشارا، and typically associated with the tree
trees in tropical area بالمناطق الاستوائية موجودة على الأشجار. اثنين هم الكريبتوكوكوس نيوفورمنس والكريبتوكوكوس جاتي تسبب لي كريبتوكوكوسز بعد ما يصير لها انهاليشن من الدراي بيجن فيسز contaminated with the كريبتوكوكوس نيوفورمنس او من التريز اذا كانت موجود عليها الكريبتوكوكوس جاتي. هذه راح تكون مصدر الاصابه. From the lung من الرئتين these neurotropic yeast typically migrate. من اسمها neurotropic اذا تسبب لي nervous system disease تسبب لي اصابات بالجهاز العصبي. راح تنتقل من اللانجز و migrate to the central nervous system where they cause ومن توصل الى CNS راح تسبب لي التهاب السحايا meningio encephalitis و عندها طبعا capacity to infect many other organs. هي مو فقط تروح للسي ان اس ولا احنا سميناها neurotropic yeast فاذا هي تكون associated only with CNS infection. لا راح تكون ممكن عندها قابليه تنتقل الى السكن eyes prostate. الكريبتوكوكوس نيوفورمنس occur in immunocompetent person but more often in patients with HIV hematogenous malignancies يعني سرطانات الدم والأشخاص اللي يكونون عندهم AIDS وأيضا بقية الحالات نقص المناعة. لكن هي تحدث بالimmunocompetent person تحدث بالأشخاص اللي يكون عندهم نقص بالمناعة تكون تصيبهم بشكل أكبر. الباثوجينيسيس بالنسبة لمرضية هذه اليست راح تكون أكيد initiated infection is initiated by inhalation of yeast cell مثل ما قلت لكم راح يستنشقها وراح تكون موجودة in nature وراح تكون dry و minimally encapsulated ويكون بها capsule أيضا ضعيفة and easily aerosolized يعني وتستنشق وتدخل للجهاز التنفسي بسهولة. The primary pulmonary infection may be asymptomatic or may mimic to influenza-like respiratory infection often resolving spontaneously. فإذا الإصابة الأولى قد تكون أو بداية الإصابة راح تكون ما عندها علامة ما يكون مصحوبة بعلامات سريرية وممكن يصير أكو شفاء ذاتي تلقائي راح يشفى المريض تلقائيا. And patients who are compromised لكن الأشخاص اللي عندهم نقص بالمناعة اليست may multiply and disseminate راح تتكاثر وراح تنتشر to other parts of the body لكن هي تفضل تروح إلى central nervous system causing cryptococcal meningeal encephalitis راح تسبب لي التهاب السحايا المتسبب بالcryptococcus. Other common sites of dissemination مثل ما ذكرنا السكن ممكن توصل إلى السكن الأدرينالز الغدد الكظرية والبون آي and the prostate gland. The inflammatory reaction is usually minimal or granulomatous. راح يكون ممكن يكون قليل يعني الإصابة أو راح تكون granulomatous منتشرة. وبالنسبة للclinical findings أكيد راح تكون هي توصل إلى CNS فراح الchronic meningitis راح تكون تشبه البرين تيومر برين ابسس وكانما الشخص عنده ورم بالدماغ او عنده تجمع للسوائل بالدماغ degenerative central nervous system disease او حتى الالم اللي يصير عند الاشخاص اللي عندهم degenerative disease بالسي ان اس مثل الالزهايمر مثل الباركنسون ديزيز هذول يكون عندهم هذا النوع من الالم or any mycobacterial or fungal meningitis أو حتى ممكن التهاب السحايا المتسبب بالمايكوبكتيريوم or الفنجل disease other fungal يعني infection عدا الكريبتوكوكس. CSF cerebrospinal fluid السائل النخاع الشوكي pressure and protein may be increased راح يرتفع وطبعا أيضا cell count elevated وعدد الخلايا الموجودة راح يرتفع لكن الجلوكوز is normal or low. طبعا هذه كلش مهمة الباراميترز بتشخيص المرض يعني ويفرق عن البكتيريال انفكشن
اللي تسبب لي مننجايتس، والفيرال انفكشن اللي تسبب مننجايتس، فهذه مهمه ايضا بالتشخيص، يعني ياخذون هذه الباراميترز ويقيسوها. Patients may complain of headache, neck stiff، راح يكون عنده صداع والرقبه راح تكون ملتويه والديسورينتيشن، وراح يكون هو ايضا غير فاقد للتركيز. ايضا ممكن توصل مثل ما قلنا للسكين، اللانكس اور اذر اورجانز. التريتمنت كومبينيشن ثيرابي اوف امفوتريسين بي والفلوسايتوسين has been considered the standard treatment of cryptococcal meningitis. فاذا ينطون هذه التو دراجز، هذا الكومبينيشن، وطبعا البنفيت فروم ادينج فلوسايتوسين ريمينز كونتروفيرسال، يعني لغايه الان يشوفون هم يستخدمون الامفوتريسين بي اضافوا الفلوسايتوسين، لكن اضافه الفلوسايتوسين لغايه الان يريدون يشوفوا الفائده يحددوها بالضبط، بعدهم ما مثبتين الفائده لانه قد يكون بها تاثير عكسي. الامفوتريسين بي with or without الفلوسايتوسين is caused curative in most patients، راح تسبب لي healing وتسبب لي curing the disease بالنسبة للأمفوتريسين بي. الأيدز لكن الأشخاص اللي مصابين بالأيدز هذولا واللي عندهم كريبتوكوكوسز راح يكونون طبعا يصير عندهم ريلابس، يعني راح تنعاد عندهم الإصابة when الأمفوتريسين بي is withdrawn، مجرد قطع لأخذ الأمفوتريسين بي راح ترجع الإصابة تتجدد عند الأشخاص المصابين بالإيدز، مثل ما تعرفون هو عندهم نقص بالمناعة، وطبعا يحتاجون suppressive therapy with fluconazole ويحتاجون أدوية مثبطة ويا الفلوكانازول. المايكوتوكسينز بالنسبة للسموم اللي تفرز من بعض أنواع الفطريات، poisonous substances هي مادة سامة تنفرز من أغلب أنواع الفنجاي اللي إحنا نسميها mycotoxins that can cause acute or chronic intoxication and damage. ممكن التسمم يكون حاد أو chronic، تمام، أو مزمن. A variety of mycotoxins are produced by mushrooms، فطر المشروم اللي هو الأمانيتا سبيشيز هذا راح ينطيني mycotoxins، وطبعا their ingestion results in a dose-related disease called mycetizmus. هذا المرض اللي راح يكون عبارة عن ingestion of mycotoxins of mushrooms راح يكون شدة المرض تعتمد على كمية التوكسين اللي دخلت للجسم. هذا اللي احنا نسميه dose-related disease، تمام، على ال ingestion. الكوكينج has little effect on the potency of these toxins، يعني الطبخ راح يكون عنده تأثير قليل على هذا السموم اللي موجودة بهذا النوع من المشروم، which may cause severe or fatal damage to the liver and kidney، هذا راح يسبب لي تحطم شديد أو fatal damage إلى liver and kidney after the ingestion، ورا ما يأخذ الشخص. الأذر فنجاي بروديوس ميوتاجينيك اند كارسينوجينيك كومباوندز، وهسه عندنا نوع آخر من الفطريات تحرر أو تنتج مواد مسرطنة that can be extremely toxic for experimental animals، يعني فحصوها على الحيوانات المختبرية وشافوا أنه عندها تأثير سرطاني. One of the most potent is aflatoxin، احنا سامعين بيه أكيد الأفلاتوكسين، which is elaborated by Aspergillus flavus، هذا نوع من الفنجس، وأيضا related molds ونوع من العفن، وطبعا هي يعني احنا عندنا الفنجا هي اما تكون yeast اما تكون mold، فالأسبرجيلوس flavus هو من المولد. is a frequent contaminant of peanuts، وهي من الملوثات الشائعة الانتشار للpeanuts corn grains and other foods، موجود أيضا بقية أنواع الأغذية. آخر شيء راح نتحدث عنه هو الأنتي فنجال كيموثيرابي. بالنسبة للأمفوتريسين بي أول مجموعة، الأمفوتريسين بي ميجر بولين أنتيبايوتيك إز أمفوتريسين بي اللي هو ميتابولايت أوف ستريبتومايسيس. ستريبتومايسيس هذه بكتيريا جرام بوزيتيف تشبه الفطريات الخيطية الفيلامنتس فنجاي،
راح تنتج لي الأمفوتروسين بي. هو effective drug for severe systemic mycosis للإصابات السيستميك. It has a broad spectrum. عنده طيف واسع من المود اوف اكشن، يعني من التأثير على كثير من المايكرو أورجانيزمز. And the development of resistance is rare. والمقاومة ضد الأمفوتروسين بي نادرة الحدوث. الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا بولينز، يعني هذا الأنتيبايوتيك الأمفوتروسين بي اللي يستخدم لأنتي فانجل انفكشن، هو المود اوف اكشن مالته راح يكون فورميشن اوف كومبلكسز، راح يكون معقدات. With ergosterol in fungal cell membranes، يعني الفانجل cell membrane بأرغوستيرول هاي المادة resulting، ايش راح يصير؟ راح يجي يتحد وياها ويسوي كومبلكس. هذا الكومبلكس من راح يصير بالفانجل cell membrane راح تسبب لي دمج and leakage، راح تسبب لي membrane damage and leakage. طبعا راح يصير تبدي يكون اكو دخول وخروج للمواد اسرع من واكبر لداخل الخليه الفطريه، فلذلك راح تتحطم هذه الخلايا. أمفوتروسين بي has greater affinity، هذه الفائده الجيده بالنسبه لاستخدام الأمفوتروسين بي بالفنجل انفكشن، عنده affinity عاليه للارغوستيرول than كوليسترول، يعني يتحد ويا الارغوستيرول بالفنجل سيل ممبرين اكثر من اتحاده بالكوليسترول اللي هو البرودومينانت ستيرول ان ماميليان سيل ممبرين. فاذا هو يستهدف الفانجل او اليست سيل rather than اكثر من استهدافه للهوست سيل اور الماميليان سيل ممبرين. مثل ما ذكرت يستهدف الارغوستيرول بالفانجل سيل ممبرين اكثر من استهدافه، ويكون وياها الكومبلكسز اكثر من تفاعله او اتحاده بالكوليسترول اللي هو الستيرول ان ماميليان سيل ممبرين. السكند انتي فانجل كيموثيرابي هو الفلوسايتوسين. الفلوسايتوسين او الفايف فلوروسايتوسين هو فلورينيتد من اسمه فلوروسايتوسين، ديريفاتيف اوف سايتوسين. ات از ان اورال انتي فانجل كومباوند، فاذا هو يستخدم اورالي. يوز برايمري ان كونجكشن وذ امفوتروسين بي to treat cryptococcosis or candidiasis، فإذا لعلاج الكريبتوكوكس infection or candidal infection يستخدمون أمفوتروسين بي، الأول antifungal chemotherapy اللي حكينا عنه والفلوسايتوسين. It penetrates well into all tissues، راح يخترق كل أنواع الأنسجة including cerebrospinal fluid، فإذا فعال جدا بالكريبتوكوكوسس. ايضا راح يخترق اغشيه الدماغ. ان فيترو بالمختبر ات اكس سينرجستيكالي، يعني شافوا ويا الامفوتروسين بي هو راح يكون عنده فعل اضافي، يعني يزيد من فعاليه الامفوتروسين بي ضد الكريبتوكوكس انفكشن والكانديدال انفكشن. وطبعا ايضا كلينيكال ترايلز سجست ا بنفيشال افكت، وايضا عندما اعطي للمرضى شافوا انه هذا الكومبينيشن نطى تاثير اقوى افضل او اكثر مما انه يعطى الانفوتروسين بي وحده او الفلوسايتوسين وحده، خصوصا بالاشخاص المصابين بالتهاب السحايا المتسبب بالكريبتوكوكس انفكشن. الكومبينيشن ايضا راح يسوي لي أو يبطئ من ظهور الريزيستنس أجينست الفلوسايتوسين، والفلوسايتوسين نفسه هو يكون أيضا فعال ضد أنواع فطرية أمراض فطرية أخرى الكروموبلاستومايكوسيس وأذر ديماتيشيوس فانجل انفكشن، وأيضا أنواع من الأمراض الفطرية الأخرى. بالنسبة للأزول هو أنتي فانجل إيمادازول اللي هو الكيتوكانازول، and triazole اللي هو الفلوكانازول والفوريكانازول والإتراكانازول. هذه من الـ oral drugs، هي أدوية تعطى عن طريق الفم to treat a wide range of systemic and localized fungal infection، يعني مو فقط المرض أو المرض الفطري المنتشر بداخل الجسم، أيضا بالنسبة إلى localized. The indication for their use are still being evaluated،
يعني استخداماته لغاية الآن هم يكتشفون استخدامات واستعمالات له أكثر لغاية الآن، يضيفون لهذا الأزولز. But they have already replaced amphotericin B in many less severe mycoses. لكن هو استبدلوا الأمفوتريسين بي لأن هو دواء فعال جدا، استخدموا الأزولز هذه الأنواع اللي ذكرناها، هي استخدموها بالليس سيفير مايكوسيس، بالإصابات اللي تكون شدتها أقل من الإصابات اللي تكون شديدة، يعني إصابة خفيفة تكون بدل ما يستخدمون الأمفوتريسين بي يستخدمون هذه الدراكس. Because they can be administered orally and are less toxic. يعني هو orally يستخدم وأيضا هو less toxic. بالنسبة لغريسوفولفين، غريسوفولفين is an orally administered antibiotic derived from penicillin. فإذا هذا فطر البنسيليوم استخرجوا منه الغريسوفولفين، استخدموا هذا الانتيبيوتيك، استخدموه تريت dermatophytosis أيضا هاي من الفطريات، and must be given for long periods، يعطى لكن لفترة طويلة حتى يسوي لي curing of the disease ويسوي لي elimination للdermatophytes. Grisovolvin is poorly absorbed and concentrated in the stratum cornea، فلذلك هو لأنه poorly absorbed وامتصاصه ضعيف يحتاج ينطو for long period، وهو يتركز بالستراتم كورنيا، يعني بعد ما يصير الامتصاص راح نشوف انه يروح الى هذه الطبقة وراح يسبب لي inhibition للهايفل جروث، وايضا it has no effect on other fungi، وهو يشتغل فقط على الديرماتوفايتس وما يشتغل على بقية ما عنده effect على بقية الفطريات. After oral administration بعد ما ينأخذ orally راح يصير له distribution throughout the body، لكن مثل ما ذكرت راح يسوي accumulation بالkeratinized tissue بهذا النوع من الأنسجة within the fungus، داخل الفنجس الدرماتوفايتس راح يكون الغريسوفولفين interacts with microtubules and disrupt mitotic spindle function. هنا راح يكون اكو أنابيب دقيقة بهذا الفطر، هو راح أثناء التكاثر راح يسوي disruption للميتوتيك spindle function لعملية الانقسام، وبما يؤدي إلى مما يؤدي إلى inhibition of growth، راح يصير توقف لعملية نمو هذا الفطر. Actively growing hypha are affected، فقط الهايفا اللي راح تكون بعملية مرحلة النمو هي اللي راح تتأثر بالغريسوفولفين. الغريسوفولفين is clinically useful for the treatment of dermatophyte، مثل ما قلنا اللي موجودة بالسكن والهير والنيل، هذا نوع من الفطريات يصيب الجلد ويصيب الشعر ويصيب الأظافر. آخر مجموعة هي topical antifungal agent النستاتين ومجموعة الكلوتريمازول ميكانوزول والأذر أزولز. النستاتين بولين انتيبيوتيك ستراكشرال ريليتد تو انفوتروسيم، من اسمه بولين فهو يشبه الانفوتروسيم، وطبعا حتى المود اوف اكشن مالته يشبهه، يرتبط بالارغوستيرول اللي قلنا هو بالسيل ممبرين اوف فانجس، و ات كان بي يوز تو تريت لوكال كانديدال انفكشن اوف ذا ماوث اند فاجينا. النستاتين ماي اولسو سبريس سب كلينيكال ايزوفيجال كانديدياسيس اند جي اي تي اوفر جروث اوف كانديدا، فهو مثل ما قلنا هو لوكال يستخدم، لكن حتى ممكن يوصل الى الاسوفاجيال كانديدياسيس اذا موجوده وتكون سب كلينيكال ماكو اي اعراض على المريض، وممكن ايضا الاوفر جروث اوف كانديدا الموجود بالجي اي تي ممكن يوصل الامتصاص الى انه يخلصنا من الكانديدا اللي موجوده بهذه المناطق. الكلوتريمازول ميكونازول اند اذر هذه فرايتي اوف انتي فانجال ازول too toxic for systemic use are available for topical administration، هي للسيستميك يوز ما تستخدم، لذلك استخدموها topically، استخدموها استخدام موضعي. Clotrimazole and Miconazole available in several formulation، يعني ممكن ointment, gel, cream، هذه كلها موجود، وحتى liquid
والإيكونازول اللي هو البيوتاكونازول والتايوكونازول والتترا also available، هذه أيضا كلها متوفرة. Topical azole have a broad spectrum of activity. Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicular, هذه والcutaneous candidiasis respond well to local application of creams or powders. فإذا هذا topical azole احنا مجموعة التينيا ما تحدثنا عنها. Tinea pedis وtinea corporis, tinea cruris وtinea versicular. هذه كلها تسبب لي cutaneous fungal infection، وأيضا الـ cutaneous candidiasis راح تستجيب إلى هذه المركبات. Vulvovaginosis candidiasis can be treated with vaginal subsidiaries or cream. بالنسبة للـ vulvovaginal candidiasis يعني الـ vulvovaginitis اللي يسبب بالـ candidal infection يستخدمونه subsidiaries أو creams. إلى هنا انتهت المحاضرة. وإذا أكو عندكم سؤال أسمع من عندكم.